صلوا بينا على النبي. وفيلمنا بيبتدي مع عائلتين من أكبر العائلات في إيطاليا، وده يبقى والد جولييت ودي مامتها، وده والد روميو ودي مامته. المهم العائلتين دول بيكرهوا بعض حتى انها قامت حرب بينهم من سنين، وكل حد فيهم خلص على عيلته التاني زي عيلة الغريب من مسلسل نسل الأغراب كده. وبننتقل عند بنفوليو، وده بقى يبقى بن عم روميو، ودول صحابه وفي نفس الوقت يبقوا رجالة والد روميو. وبيروحوا البنزينة وبيقابلوا رجالة والد جولييت، وده يبقى بن عم جولييت، وبيكونوا مش طايقين بعض علشان كل حد فيهم متربي انه يكره التاني. المهم بيتخانقوا وكل حد فيهم بيطلع سلاحه وبيبدأ يضرب على التاني بالنار، وبيفجروا البنزينة والبوليس بيجي وبياخدهم. وبيروحوا العيلتين علشان كل حد فيهم يخرج الرجالة بتاعه، وبعدها بيرجعوا وبتسأل والدة روميو على ابنها علشان بقاله كام يوم مختفي وما بيكلمش حد. وبيقول لها بنفوليو ان هو شافه في الساحل حزين ومكتئب، وده علشان بيحب واحدة اسمها روزالين، بس الحب ده كان من طرف واحد وكان لسه ما تعرفش على جولييت. وبياخدهم بنفوليو لمكانه، لكن والده ما بينزلش وبيقول له روح انت اتكلم معه وحاول تخرجه من اللي هو فيه. وبيروح بنفوليو بيحاول ان هو يسليه، لكن روميو بيكون حزين ومكتئب وبيقول لبنفوليو انا هخليك تنساها. وبيقول له ان كابلو ويت والد جولييت عامل حفله تنكريه كبيره، وان هو هيتنكر وهيروح الحفله دي، وبيقنعه ان هو يروح معه وهيشوف بنات كتير واحلى من روزالين اللي بيحبها. بس روميو كان بيفكر ان هو هيروح الحفله علشان يشوف روزالين وبس. وبننتقل عند والد جولييت، وبيجي عنده ابن الحاكم علشان يطلب ايد جولييت، وبيقول له ان هو عامل حفله تنكريه النهارده عنده في البيت ويقدر يجي ويتعرف عليها. وبنيجي عند جولييت وبتقول لها والدتها ان ابن الحاكم النهارده طلب ايدها للجواز، وبتحاول والدتها والمربيه بتاعها ان هم يخلوها توافق، بس جولييت بتكون متردده ومش عارفه تعمل ايه. وبتخرج والدتها وبتقول لها المربية بقول لك ايه، انا كنت بقول اي كلام وخلاص قدام مامتك، انا عايزك تنبسطي وتعملي اللي نفسك فيه. وبالليل بيحاولوا صحاب روميو ان هم يخرجوه من حزنه، حتى ان صاحبه عامل في نفسه كده علشان يخليه يضحك، وبيفضلوا يرقصوا ويهزروا. وبعدها بيروحوا الحفلة علشان يتفرجوا على البنات، وبيلبسوا اقنعتهم علشان محدش يعرفهم، وبدأوا يغنوا ويرقصوا. بس روميو تعب وراح علشان يغسل وشه، وبيشوف وراه حوض اسماك وبيفضل يتفرج على الاسماك، وفجأة بيشوف جولييت من ورا الحوض وما بيكونش لسه عارف هي مين او حتى بنت مين، وهي كمان ما كانتش تعرف هو يبقى مين. وبيفضلوا يبصوا لبعض، واضح كده ان الحب من اول نظرة اشتغل عندهم. وبتيجي المربية بتاع جولييت وبتاخدها عند مامتها علشان يعرفوها على ابن الحاكم، وبيخلوهم يرقصوا مع بعض. بس طول ما هي بترقص ما شلتش عينيها من روميو، وهو كمان فضل يبص لها. وبيشوفوا ابن عم جولييت وبيقرر ان هو هيقتله علشان دخل الحفلة بتاعهم، وبيروح يقول لعمه ان هو شاف روميو وعايز يخلص عليه، بس عمه بيمنعه وبيقول له مش هتعمل فيه حاجة علشان الضيوف اللي معانا. وبيتخانقوا الاثنين مع بعض. وبعد كده بيجي روميو وبيسحب جولييت وبيقول لها ان هو معجب بيها، وبدا يحكي لها ابيات شعر. المهم بتيجي المربيه بتاع جولييت وبتاخدها وبتقول لها انت بتعملي ايه، ده يبقى روميو ابن اكبر عدو ليكم. وروميو بيشوف والدتها وبيعرف انها تبقى جولييت، وبيكونوا الاثنين مصدومين من بعض. وبيجوا صحاب روميو ياخدوه، بس روميو ما بطلش تفكير فيها، وبيكونوا لسه خارجين من البوابه، بس روميو بينط من العربيه وبيهرب من صحابه وبيروح لورا اوضه جولييت علشان يشوف. بس فجأة النور بيشتغل وبيستخبى، وبيكون مستنيها تطلع من شباك الأوضة، بس سمع صوتها وهي جاية من ورا، وكانت بتفكر في روميو وزعلانة علشان يبقى من أعدائهم، وبتقول إنها تتمنى إن روميو ما يبقاش زي والده. وبيرد عليها روميو من وراه وبتخاف، وبيقع له المية وبتسأله أنت دخلت هنا إزاي، وإن الحيطة عالية جدا وصعب إن أي حد يعرف يطلع منها. وبيقول لها إن حبه ليها أقوى من أي حاجة في الدنيا، وبيقول لها إن هو بيحبها وعايز يكمل حياته معها، وإن هو مش مع والده في العداوة اللي بينه وبين باباها. وبتكون جولييت فرحانه جدا وبتقول له ان هي عايزاه يحلف لها باغلى حاجه عنده ان هو بيحبها ومش بيكذب عليها، وبيحلف لها روميو. وبعدها بتمشي جولييت، بس بيقول لها انت هتمشي قبل ما تقولي انك بتحبيني ومش هتتخلي عني، وبتقول له انا جبت لك قلبي قبل ما انت تطلبه اصلا يهبل، ومعلش اهبل دي من عندي. المهم بتقول جولييت لروميو لو حبك ليا شريف وعايز تتجوزني هرسل لك رساله مع حد بكره الساعه 9 وهفضل احبك ومش هتخلى عنك ابدا، اما بقى لو حبك ليا غير كده ارجوك ما تجيش بكرة الساعة 9. وتاني يوم بيروح روميو عند لورانس واللي يبقى قس الكنيسة، وبيحكي له ان هو بيحب جولييت بنت كابلويت وان هو عايز يتجوزها، بس لورانس بيكون مش موافق وبيقول له ان انت كده بتعمل حرب كبيرة بين العيلتين. وبيقول له روميو ان هو متأكد ان البنت اللي بيحبها دلوقتي جولييت وان هو مش هيتخلى عنها مهما حصل.
وبيترجاه علشان يساعده ويجوزهم في السر، وبعدها لورنت بيوافق علشان فكر ان دي تبقى حاجة كويسة للعيلتين ويتصالحوا وينسوا الحرب اللي ما بينهم. وبيروح روميو عند صحابه في الساحل، لكن مركوش صاحبه بيكون زعلان منه علشان سابهم ومشي يوم الحفلة التنكرية. بيصالحوا روميو وبيفضلوا يهزروا وبيكونوا فرحانين علشان روميو اخيرا رجع لطبيعته ومبقاش مكتئب. وبتيجي المربية بتاع جولييت علشان تتكلم مع روميو وبتحذره ان هو لو بيخدع جولييت مش هتسامحه. وبيقول لها روميو انا عايزك تقولي لها ان انا النهاردة هستناها في الكنيسة عند لورنس علشان نتجوز. وبتفرح مربيتها وبتروح تتكلم مع جولييت، بس في الاول بتفضل تتغالظ عليها وما بتقولهاش روميو قال ايه، وبتخليها تعمل لها مساج وكل حاجة نفسها فيه. وبعدها بتقول لها ان روميو مستنيها في الكنيسة، وبتفرح جولييت وبتروح الكنيسة وبياخدها روميو، ولورنس بيجوزهم وبيقول ان هو يتمنى ان الجواز ده يكون خير ليهم ولعيلتهم والحرب بينهم تنتهي. وبننتقل عند اصحاب روميو، بيكونوا لسه في الساحل وبيجي تابلت بين عم جولييت وبيتخانق معاهم علشان جم الحفلة التنكرية، بس مركوشو بيفضل يهزقه وبتقوم بينهم خناقة كبيرة. وبيجي روميو وبيحاول يهديهم وبيطلب من تابلت ان هم يتصالحوا وينسوا العداوة اللي ما بينهم، بس تابلت ما بيوافقش وبيقول له روميو انا كده عملت اللي عليا، وبيمشي وبيلحقه تابلت وبيفضل يضرب فيه وبيقول له انا عايزك تقاتلني راجل لراجل. وبيرد عليه روميو ان هو مش عايز يتقاتل وعايز العداوة اللي ما بينهم تنتهي، وبيتعصب تابلت وبيفضل يضرب فيه. وبيجري مركوشو علشان يضرب تابلت وبيكون لسه هيخلص عليه، بس روميو بيوقفه وبيقوم تابلت واخد ازاز وبيطعنه. وبيجي روميو يطمن على صاحبه بس بيشوفه خلاص بيموت. وبيجري مركوشو وبيفضل يقول ان العيلتين دول وباء على كل حد يقرب منهم وبيموت. وبيهرب تابلت وبيتعصب روميو وبيروح جري يركب عربيته وبيلحقه علشان يخلص عليه وبيخليه يعمل حادث، بس تابلت بيكون لسه ما ماتش. وبينزل من العربية وبيقول له روميو ان هو هياخد بتار مركوشيو منه، وبيكون تابلت خايف منه. وبيقوم روميو واخد المسدس وبيخلص عليه وبيهرب روميو. وبعدها بيجي البوليس، واما يعرف اللي حصل وان روميو قتل تابلت علشان ياخد بتار مركوشيو، بيقرروا البوليس ان هم يخففوا عقوبة روميو من الاعدام الى النفي، بمعنى ان هو يخرج من البلد وما يرجعش هنا تاني. وبيروح روميو عند لورنس وبيكون زعلان علشان تم نفيه من البلد. وبتيجي المربية بتاع جولييت بتقول له ان جولييت زعلانة جدا بسبب اللي حصل، وان هو لازم يروح يشوفها ويطمنها عليه. وبيروح روميو وبيدخل من الشباك وبيتأسف لجولييت باللي حصل، وبتحصل علاقة ما بينهم. وبننتقل عند والد جولييت، بيتفق مع ابن الحاكم ان هو هيجوزه بنته جولييت يوم الخميس. وتاني يوم بيهرب روميو وبتدخل والدة جولييت تقول لها ان والدها حدد يوم الفرح مع ابن الحاكم. وبتتخانق جولييت مع والدتها، وبيجي والدها وبتتخانق معاه، لكنه بيضربها وبيهددها ان هو هيخلص عليها لو ما اتجوزتش ابن الحاكم. وبتروح جولييت عند لورانس علشان تطلب منه ان هو يساعدها، وبتكون مش عارفه تعمل ايه وبتقول ان هو لو مش هيساعدها هتقتل نفسها، بس بيقول لها لورانس ان هو عنده الحل وبيجيب لها شراب وبيقول لها ان الشراب ده هيخليها شبه ميته لمده يوم كامل، وانها لازم تشربه يوم الفرح. واما يجي يصحوها هيلاقوها ميته وهياخدوها قبر العيله، وانها بعد 24 ساعه هتفوق، وهو هيكون بعت رسالة لروميو يحكي له اللي حصل. وهيجي روميو ياخدها ويهربوا من البلد. وبتوافق جولييت وبيبعت لورانس رسالة لروميو، وبيجي ساعة البريد لكنه ما بيلاقيش روميو. وبالليل بتشرب جولييت الشراب اللي هيخليها شبه ميتة وبيغمى عليها فورا. وتاني يوم بينقلوها قبر العيلة، وبيجي صديق روميو وبيفتكر ان جولييت ماتت بجد، وبيكون لسه لورانس هيحكي له، بس الولد بيمشي بسرعة وبيروح يحكي لروميو ان جولييت ماتت. وبيكون منهار جدا وبيحاول صاحب ان هو يهديه، لكنه بيضربه وبيفضل يصرخ، بس فجأة بيقوم يقول ان هو هيروح لها وبيركب العربية بسرعة وبيروح علشان يشتري سم، بس الراجل ما بيوافقش ان هو يديهوله علشان ممنوع. وبيقوم روميو مديله فلوس كتير وبياخد منه السم، بس بيطلع وبيشوف البوليس محاصرينه وعايزين يقبضوا عليه علشان دخل البلد وهو منفي، لكنه بيهرب منهم وبيروح عند قبر عيلة جولييت وبياخد الحارس رهينة ليه وبيضرب على البوليس نار. وبعدها بيخش وبيقفل على نفسه وبيشوف جولييت، بصوا انا اول مرة اشوف ميت كده، بس ما علينا. المهم بيكون منهار جدا وبيفضل يعيط، وجولييت كانت بتتحرك لكنه ما بيشوفهاش. وبيقوم شارب السم وبتفوق جولييت وبتشوفه وبتمسك وشه وبيتصدم انها لسه عايشة. وبتعرف جولييت ان هو شرب سم وبيموت روميو، وبتكون منهارة وبتعيط وبتقوم واخدة سلاحه وبتخلص على نفسها. وبيخلص الفيلم. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو وفولو على صفحة الانستجرام بتاعنا. سلام.